بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بلطفه تنكشف الشدائد، وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، فبفضله ولطفه تتواصل النعم وتزيد الفوائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خيار من خيار، كريم الأصل، سليل الأماجد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، أهل المكارم والمحامد، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من كل عابد، وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي رياض الجنة. ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد شكري، أستاذ علوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم فضيلة الدكتور. مرحبا بكم، حياكم الله، ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا. الله يحييك يا دكتور. كرمك الله. مشاهدينا الكرام، القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وهو الحجة الباقية والمحجة الواضحة، وهو القائم في الناس إلى قيام الساعة، وهو كتاب الله الخالد. اليوم بإذن الله سنعيش مع صورة من صور القرآن العظيم، وهي من أقصر صور القرآن، هي صورة الكوثر، لنتفيأ من ظلالها ونتعلم من أحكامها. فضيلة الدكتور، لو أردنا أن نأخذ لمحة يعني في المقدمة عن سورة الكوثر. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب المبين وقسمه إلى سور ليذهب السأم والملل عن قارئه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم، الذي أنزل عليه القرآن فبلغه وعلمه لمن حوله من الصحابة الكرام، ورضوان الله تعالى على هذا الجيل العظيم المميز الذي أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى يتعلمه ويغرف من معينه، ورحمة الله سبحانه وتعالى على العلماء الأفذاذ الكرام الطيبين من هذه الأمة الذين بحثوا في أسرار هذا الكتاب واستنبطوا منه من الهدايات واللطائف والمعاني والبدائع الشيء الكثير. نعم، فجزاهم الله تعالى عنا جميعا خير الجزاء. اللهم هذه السورة سورة الكوثر أقصر السور على الإطلاق. نعم، توجد سورتان أخريان مكونة من ثلاث آيات، ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فإن سورة الكوثر هي أقصر منهما. وحديثي عن هذه السورة اليوم من جانبين أو لسببين. السبب الأول هذا السبب القصر، وهي مع قصرها تحتوي على الكثير جدا من المعاني والفوائد واللطائف والأحكام والأمور التي تتدبر والإعجاز، سنأتي إليها بإذن الله تعالى. بإذن الله. والسبب الثاني أن هذه الحلقة تأتي في هذا الموسم الذي نحيا فيه جوانب من الإساءة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القاصرين والماكرين والضعفاء والبسطاء وأصحاب الأهواء. هؤلاء جميعا ردت عليهم السورة في آخرها رداً في غاية الإجمال والوضوح والسهولة، إن شانئك هو الأبد، والعمومية أيضاً. ولذلك نعم، هذه السورة العظيمة حقيقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، ولما أنزلت عليه تبسم وحق له ذلك، لأن هذه السورة فتحت له الآفاق الهائلة جداً بما أخبرته فيها عن أمور في غاية العظم مع أنها في غاية القصر. جميل. ما أدري إن شئت أن نبدأ أو تفضل يا دكتور. نعم. نبدأ، ممكن أن نبدأ بالربط بينها وبين السورة التي قبلها والتي بعدها. أحيانا بعض الناس يستغرب
يقول الماعون الكوثر الكافرون، ما في صلة، ما صح. في علاقة. أنا طبعا المعلومات معظمها ليست من عندي حقيقة، أنا أقرأ من كتب المفسرين والعلماء الأفاضل الأماجد الكبار العمالقة الذين تأملوا في كتاب الله وبحثوا فيه، فأنا أغرف من معين هذا ومن معين ذاك ومن بحر هذا ومن بحر ذاك، ونعرضه على أهل العلم والفضل وعلى أهل القرآن الكريم. سورة الماعون فيها أربع أمور، ذكرت البخل بعد الذي يكذب بالدين طبعا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا البخل. ذكرت الذي يقصر في صلاته، ذكرت المرائي، ذكرت الذي يمنع الماعون. هذه الأربعة في مقابلها أربعة في سورة الكوثر، في مقابل البخل إن أعطيناك، وفي مقابل ترك الصلاة وتأخير الصلاة فصلي، وفي مقابل المراءة لربك، وفي مقابل منع الماعون وانحر وانحر. ولذلك كانت في غاية الروعة. والكوثر تأتي المقابلة. بعد سورة الماعون تأتي بعد سورة مباشرة. نعم. الآن بينها وبين الكافرون بعض الناس أيضا استغرب، قال سورة الكوثر هي سورة النبي صلى الله عليه وسلم البشائر، فكيف جاءت بعد سورة الكافرون مباشرة؟ فالجواب أن هذه سورة الإيجاب وهذه سورة السلب، هذه السورة الإيجابية هذه السورة السلبية. نعم. في سورة الكوثر الإيجاب بأروع وأجمل معانيه، إن أعطيناك. في سورة الكافرون الجانب السلبي أيضا بالصورة الشاملة العامة له، وبالتالي موقعها حتى حقيقة الإمام الرازي أكثر من هذا، يربطها مع سورة الضحى، يقول بدءا من سورة الضحى إلى سورة الناس هذه المجموعة من السور محورها سورة الكوثر، قبلها في سورة الضحى والشرح كذلك ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هناك قال سوف يعطيك، هنا قال أعطيناك الكوثر. نعم. وفي سورة الشرح مثلا قال ورفعنا لك ذكرك، كيف رفع ذكره؟ بأن أعطيه الكوثر. وهكذا. حقيقة التأمل في رباط السور ببعضها شيء جميل جدا. جميل يا دكتور الربط. نعم. بين الصور والربط بين الآيات. صحيح. أحيانا ويجعل الإنسان يعني يوقن بأن هذا الترتيب بحكمة عظيمة من الله سبحانه. الآن متى نزلت سورة الكوثر؟ نعم. في لعلمائنا الأفاضل رأيان جليلان، والرأيان حقيقة متقاربان في القوة. القول الأول يقول بأنها مكية اعتمادا على رواية سبب النزول التي ذكرت أن عددا من المشركين، أشهر الروايات أنه العاص بن وائل السهمي، كان في مجلس وحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الوقت، ثم لما العاص بن وائل دكتور من هو؟ أبو عمرو بن السهمي. وائل عمرو بن العاص. أبو عمرو بن العاص. نعم. وائل عمرو الذي هو أحد دواهي سبحان الأمة. والوليد، والوليد بن المغيرة هو أيضا والد خالد بن الوليد. نعم نعم. الوليد بن المغيرة والد خالد، يعني لاحظ الفرق. وعكرمة بن أبي جهل هو ابن. نعم. هذه الزهرة من هذه الشوكة كما الله يقال. الله أكبر. نعم نعم نعم. فلا وردنا دكتور أيضا أن نربط هنا فيه، هل رأينا حديث الطائف الأخشبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يذكر الله ومن يوحد الله، فإن صح سبب النزول أنه في العاص بن وائل وابنه عمرو بن العاص. نعم. ومن عمرو؟ وهؤلاء الساطين الكفر ينقسمون إلى قسمين. قسم آمن فيما بعد كأبي سفيان. نعم. فغسل كل ما سبق، كان صنديدا في البداية، هو كان يحارب الإسلام. نعم. ثم أصبح من جنود الله في معركة اليرموك، كان من المحاربين. والقسم الثاني الذين ماتوا على كفرهم كأبي جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط، وهؤلاء جميعا هؤلاء هم الأبترون الذين سيأتي الحديث عنهم لاحقا إن شاء الله. إذا نعود شيخنا لوقت النزول، منهم من قال أنها نزلت مكية استنادا إلى رواية سبب النزول هذه، ثم استنادا إلى أن فيها من خصائص المكي، فهي قصيرة، آياتها قصيرة، هذا من خصائص المكي. الذين قالوا بأنها مكية أكثر مدنية. نعم. أكثر اعتمادهم على حديث رواه الإمام مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم انتبه فقال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، وتبسم صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة ساعتها بدليل أنس الراوي. نعم. أنس لم يكن إلا في المدينة. نعم. ولذلك وقوله آنفا يعني قريبا، فذهب عدد لا بأس به من العلماء أيضا إلى القول بأنها مدنية، وحقيقة القولان من حيث القوة متقاربان جدا، سواء قلنا بهذا أو قلنا والذي بهذا. والذي تراه أنت دكتور والله تميل إليه؟ أنا أميل إلى مكيتها. إلى مكيتها يعني وفاقا لجمهور العلماء. يعني حقيقة أحيانا العلماء الكبار لما يميلون إلى رأي وكذا ويكثرون يكون هذا مؤنسا،
خصوصا شيخنا لو أردنا أن نقول أنها كانت مدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤانسة له من ربه، وهذا كان في الفترة المكية أكثر، في الفترة المكية عندما كانوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا عنه بأنه أبتر أيضا في الفترة المكية. فهذه وأيضا التبشير بالخير المبكر أفضل من تأخيره. صحيح. يعني لما يقول له أنا أعطينك الكوثر في بداية الدعوة أفضل مما تكون فيما بعد في وقت الحديبية مثلا. نعم، في المدينة. أحد المفسرين كنت اليوم في الصباح أقرأ له قال أنزلت وقت الحديبية وربط بينها وبين سورة الفتح ابتداؤها بإنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهنا إنا أعطيناك الكوثر، وهناك فتحنا بالفعل الماضي وهنا أعطيناك بالفعل الماضي. هذا له وجاهته حقيقة، خاصة أن فاتحة سورة الفتح أيضا فيها كلام عن رفعة المقام للنبي صلى الله عليه وسلم وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخره. حقيقة الأجواء متشابهة متقاربة. جميل. ولكن لو قلنا بأن سورة الكوثر مكية ومن أوائل ما نزل تقريبا، ثم سورة الفتح مدنية، يعني التكامل، التكامل الذي يحصل على فترات. أحيانا وشخص مثلا عنده حصل على مكافأة كبيرة جدا، قالوا له نعطيك إياها دفعة واحدة ولا نقسمها على خمس مثلا. أيوة. أنا بالنسبة لي أفضل أن تقسم. صحيح. لأني لما أخذها مرة واحدة تنتهي، فلما واحد. تقسم على سنوات على، وهكذا لو قلنا أن الفتح نزلت في وقتها متأخرة والكوثر في وقتها متقدمة يحصل بينهما تكامل لطيف. جميل، الله تعالى. جميل جدا. طيب شيخنا إن شئت، يعني إن أعطيناك الكوثر هذه الصورة يحفظها الكثير للأسباب التي ذكرت، نظرا لقصرها ولأنها من قصار الصور. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنك ولبت. لو أردنا شيخنا أن نتناول كل آية، يعني بحسب ما يتسع المقام، ونأخذ منها الأحكام. الآية الأولى إن أعطيناك الكوثر. إن أداة توكيد في اللغة العربية، وابتداء السورة بالتوكيد مهم حقيقة. من يتأمل في مطالع السور يتبين له البلاغة الفائقة والروعة الكبيرة جدا وبراعة الاستهلال. كل سورة من السور كتب المفسرون في براعة الاستهلال فيها. فهنا هذا خبر، خبر أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالكوثر. كان يمكن أن تبدأ السورة هكذا، سأعطيك الكوثر، ممكن في اللغة. صحيح. صحيح. ولكن كلام الله في أعلى الدرجات، البلاغة، الجزالة، البيان في أعلى درجاته ومراتبه، بدأت بحرف التوكيد. طيب شيخنا هنا هنا جاءت بالماضي، أليس كذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قبل ذلك أنه يعطي الكوثر؟ لا، هي حصلت. أين؟ لماذا عبر عن المستقبل بالماضي؟ للتوكيد. 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 وهذا في كلام الناس موجود. يعني واحد بقول لي أحضر عندي غدا كذا، أقول له حضرت، اعتبرني حضرت، كأني حضرت. يعني هذا زيادة التوكيد. ولذلك قال أعطيناك سنعطيك، بمعنى سنعطيك، ولكن لتطمئن ولتعلم أنها اعتبر إن كأنها حصلت. نعم. كأنها حصلت. هذا واضح. قبل أعطيناك أريد أن أتكلم عن نا. إن ما إن مكونة من شيئين، من إن. نعم. حرف التوكيد زائد نا. نا ضمير المتكلم المعظم أو المعظم نفسه. كلام الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بضمير العظمة، والله تعالى في الآيات التي يتحدث فيها منها ما يتحدث فيه بضمير العظمة مثل هذه، ومنها ما يتحدث فيه بضمير المفرد مثل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري في بداية سورة طه مثلا. نعم. لماذا؟ للتنويع. التنويع، التنويع في القرآن الكريم هو الأسلوب الأمثل. ولذلك يعني النون الأولى شيخنا إيش هي نون؟ بتكون نون إن أداة التوكيد. إنني نا. أيوة. نا. نعم. طبعا صار في حذف لإحدى النونات الثلاث. صحيح. فأصبحت إن. الآن العظمة، العظمة نوعين، عظمة حقيقية وعظمة ظاهرية أو متوهمة. العظمة الحقيقية لله، هو العظيم الحقيقي، سبحانه، قال وهو العلي العظيم سبحانه. الآن العظمة الظاهرية أو المتوهمة عند الناس، الآن الناس موجود، نحن نتكلم الآن عن شخص فنقول هذا شخص عظيم، هذه عظمة نسبية طبعا. صحيح. وقد تكون ظاهرية فقط، وقد تكون متوهمة. يعني أحيانا بعض الناس هو يقف أمام المرآة وينظر إلى نفسه وكذا ويظن نفسه عظيما. صحيح. وهو لا شيء. صحيح. وهو مثل فرعون، وهو لا شيء. وقد يكون في صورة من صور العظمة، نسبة من نسب العظمة، ولكن كما قلت ظاهرية. يعني أعظم إنسان الآن على وجه الأرض هل يستطيع أن يفعل شيئا مثلا يتعلق بدقات قلبه؟ لا، لا يستطيع. نفسه لا يستطيع، يؤخر زلزال، يؤجل نزول مطر، ما أشبه، لا يستطيع. إذن هذه عظمة متوهمة أو عظمة نسبية، متوهمة أو نسبية أو ظاهرية. والعظمة الحقيقية لله. ولذلك العلماء الذين يتدبرون في الآيات يقولون الآيات التي يتكلم الله عز وجل فيها بضمير العظمة يجب علينا أن نستحضر هذه العظمة في نفوسنا ونحن نقرأها،
إنا أعطيناك، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لاحظ المؤكدات فيها. طيب شيخنا، هذه النون استخدمها بعض الناس، يعني هل استخدمها بين سائر الناس مقبول؟ هي عظمة نسبية. عظمة نسبية. نسبية، هو يعني الطلاب استخدموها. صح. يعني قبل أيام كنا في مناقشة رسالة ماجستير، فالطالب يقول وقد قمنا وعملنا وأنجزنا. هذه كلها تدخل بهذه النون. أحد الزملاء قال له من أنتم؟ من ضمير العظمة هذا؟ من أنتم؟ فالطالب يعني فوجئ قليلا. أيه. فقال أقصد أنا وأنتم. أيوة. جميل. يعني عمل حركة كذا استطاع أن يخرج منها قليلا. جميل. ولكن هو لا يليق بالإنسان. لا أنا كنت أريد أن أسأل عن هذه، يعني نعم، هي من الأولى أن تكون العظمة لله جل وعلا. من هو الإنسان؟ صحيح. من ما قدره؟ خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. قالوا لو نظر الإنسان إلى أصل خلقه وإلى أجله ونهاية أجله لا يليق به الكبر نهائيا ولا بأي صورة من الصور. الذي يليق بالإنسان هو التواضع والتطامن والذلة والمسكنة والعبادة، هذا حال الإنسان. جميل. وحال الله في المقابل هو حال العظمة التي لا نظير لها سبحانه جل شأنه. الآن أعطيناك كما تفضلت، جاءت بالفعل الماضي لتثبيتها. الآن العلماء بحثوا في الفعل أعطى، أعطى، والمقارنة بينه وبين آتى. قالوا ورد في القرآن الإيتاء وورد الإعطاء، فما الفرق بينهما؟ هذا الجانب الأول. والجانب الثاني، لماذا أوثر الإعطاء هنا؟ الجانب الأول في التفرقة بينهما ذكروا ثلاث فروق. أيوة. الفرق الأول أن الإعطاء يكون تفضلا، بينما الإيتاء يكون تفضلا ويكون واجبا. الآن يعني مثلا لو قلت، لو أنت قلت لي أعطيتك الكتاب تفضلا، ليس ليس بسبب. أيوة. بينما لو قلت لي مثلا، لو أعطيتني القلم الذي معك مثلا، أنا أوتيك شيئا. إيتاء بيكون في مقابل، كما قال الله عز وجل ويكون واجبا. قال وآتوا الزكاة، يعني فعله واجبة. نعم. فالإيتاء يكون للواجب ويكون للتفضل، بينما الإعطاء لمحض التفضل. لمحض التفضل. هذا الفرق الأول. يعني كان حتى من التمنن، أنا أعطيتك، أنا أعطيتك مثلا. نعم. نعم. وهذا موجود عند الناس. نعم. الأمر الثاني أن الإعطاء أشبه بالتمليك بخلاف الإيتاء، يعني أنت أعطيتني شيء خلاص أصبح ملكي، بينما الإيتاء يحتمل التمليك ويحتمل الإعارة مثلا، أن يأتيك شيء لتستفيد منه ثم ترده. أيوة. واستشهدوا بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما قال أعطيناك. قال لأن السبع المثاني ليست لك هذه، فقط أنت تنتفع منها. صح. إلى آخره. صح. صح. والفرق الثالث قالوا الإعطاء يكون للقليل والكثير. الإعطاء للقليل والكثير، بينما الإيتاء، الإيتاء للكثير في الغالب طبعا، في غالب الاستعمال. إذن هذا، هذه الفروق الثلاثة. الآن لماذا أثر الإعطاء هنا مع أنه يمكن أن يقال الإيتاء يكون للكثير والإعطاء قد يكون للقليل أيضا؟ يعني لماذا لم تكن الآية إن آتيناك، آتيناك الكوثر. جميل. فلو قال آتيناك لاحتملت أن تكون بدل واجب، واحتملت أن تكون الكثير، واحتملت أن تكون الكثير، ولا تحتمل إلا أن تكون كثيرا. نعم. بعض المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا أنا أريد أن أحملها على الإعطاء القليل، وأن نستحضر هذا المعنى، إذا كان الكوثر بعظمته قليلا، الله، فهناك ما هو أعظم منه، فما ما بعد الكوثر سيكون أكبر، هناك ما هو أعظم منه، هناك الدرجات العلا في الجنة وإلى آخره. فهذا ملمح أنا حقيقة قرأته عند أحد المفسرين وأعجبني فعلا، شيء لطيف. إذا كنا نعتبر أن الكوثر قليل والله سبحانه وتعالى اعتبره قليل، فما عند الله سبحانه معناه وتعالى كوثر. خير وأبقى، معناه كوثر. صحيح. وإذن لك أكثر من هذا بكثير فيما بعد، وهذا ملمح يعني في غاية الجمال. جميل جدا. نريد أن نتكلم عن الكاف في أعطيناك. طبعا سورة الكوثر كل آية فيها حرف الكاف، كاف الخطاب طبعا، والمخاطب أول يعني مخاطب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت مشرفة. أعطيناك أي أيها النبي، يا محمد، فصلي لربك يا محمد، إن شانئك يا محمد. ولكن في في الآية الأولى والثانية حتى في الثالثة تصلح أن تكون أيضا لمن يتبع النبي، لمن يسير على طريقته وعلى منهجه. لماذا قال إن أعطيناك ولم يقل إن أعطينا النبي أو الرسول أو إن أعطينا محمدا؟ أيضا لسببين. السبب الأول أن سورة الكوثر مبنية على الإيجاز والاختصار، هي أقصر السور، فلو قال إن أعطينا النبي صار في كلمة زيادة. أي نعم. ولذلك لبنائها على الإيجاز والاختصار دخل الاختصار غير المخل بدلا من الاسم الظاهر. جميل. هذه الأولى. الثانية قالوا لو جاءت بالاسم الظاهر لأوهمت أن هذا في مقابل الأمر، يعني لو لما أقول أنا مثلا أعطيت جاري، لأنه جاري، لأن له حق الجوار، أعطيت ولدي، أعطيت زوجتي مثلا، لأن لها الحق.
لما قال لو قال لو أن أعطينا النبي أي أعطيناه لأنه نبي، لأنه نبي في مقابل النبوة، ولكن لما قال أعطيناك ما في مقابل، يعني محض تفضل، يعني هذا الإعطاء محض تفضل من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكما أشرتم شيخنا هي تنتقل أيضا، خطاب النبي ينتقل أيضا لسائر الأمة. نعم نعم، وهذا أيضا ممكن نقول أنه ملمح ثالث أن يكون، ولذلك كل مسلم لما يقرأ هذه الآية ممكن يستحضر هذا المعنى، وهي ما تميزت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا وأنت من أهل الكوثر نسبيا، نسأل الله أن يجعل لكل كوثره. طيب نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل الكوثر. نعود للكوثر، لكن أذنت لي شيخ الحبيب أستاذ المشاهدين فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم فكونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى، ونعود أيضا لسورة الكوثر. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل الكوثر. شيخنا، قبل أن نقول ما هو الكوثر وما هي الأقوال فيه، نلخص ما ذكرنا. إن قلنا العظمة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أعطيناك، ناسب كلمة الإعطاء هنا من الإيتاء الكوثر، يعني لو لخصنا ما ذكرنا ثم نفصل القول في الكوثر. وأيضا يعني فاتني أن أذكر كذلك نقطة لطيفة أيضا، وهي أن العظمة هنا من ثلاث جوانب: عظمة المعطي سبحانه، عظمة المعطى، وعظمة العطية. الله أكبر. فالمعطي هو العظيم سبحانه، وأنت إذا قيل لك سيعطيك العظيم شيئا، يعني قبل أن تعرف ما هذا الشيء، هل تتوقع أن يكون قليلا، أن يكون حقيرا، أن يكون أبدا؟ صحيح. دائما متوقع من الشخص العظيم أن يكون عطاؤه عظيما، فإذا كان المعطى أيضا عظيما ينبغي فعلا أن تكون العطية في غاية العظمة. شيخنا، كنسبة الأمر الصيام إلى الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي. جميل. وأنا أجزيبه فنسبه إلى الله. مهما تخيلت أنا أو تخيلت ما هو أنت الأجر، أجر الصيام فخيالنا دون الحقيقة. في مسألة لطيفة حقيقة أيضا من خصائص سورة الكوثر، أنها خلت من حرف الميم، خلت هي عشر كلمات ما فيها حرف الميم. طبعا اي جمله مكونه من 10 حروف، لاحظ انت خذ اسمك العشاري، يعني محمد راشد كذا كذا مري، كم ميم فيه؟ بجوز 10 مثلا. صح. ولذلك يعني العلماء قالوا ونحن صغار كانوا يذكرون لنا هكذا، يقولوا يا شاطر يا فهيم، ما السوره التي خلت من حرف الميم؟ هي سوره الكوثر. يعني الان سوره الكوثر شيخنا ما فيها حرف الميم، ما فيها حرف مع ان حرف الميم يعني كثير في اللغه العربيه، يعني معظم ان اعطيناك الكوثر فصلي يا رب كونها 10 كلمات. 10 هي 10 هي 10 ايضا فائده نستفيدها من كلام شيخنا. نعم، علما ان الكثير شيخنا يقرا القران، وهذه الصوره مما يعني يحفظها الكثير، لكن لا نقف عندها، يعني ما اجمل ان نقف عند مثل هذه الصور. ولذلك هذا من روعه كتاب الله عز وجل، ان نتامل ونتدبر ونتفكر ونستخرج الهدايات. كثير من الناس فعلا في الصلوات انا استمع احيانا من بجواري في المسجد الكوثر والاخلاص، الكوثر والاخلاص، ولا بغى يسلمهم امام ما يطول عليهم، قالوا يا شيخ تحفظ الكوثر؟ كوثرنا، يقول له كوثرنا يا شيخ، اطلع من الكوثر. هذا من ضعفنا. نعم. شيخي، قلت خلت من 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 حرف الميم، ايش الميزه فقط؟ يعني هي ليست ميزه، هي من الخصائص فقط، خصائص يعني هي مساله لطيفه. وقلما يعني قلما ان تجد جمله مكونه من 10 كلمات الا تجد فيها حرف الميم، ميمين، ثلاث، اربعه، خمسه، وهكذا في الكلام الدارج عندنا. نعم، لان حرف الميم كثير في الكلام، يعني هو مصدر ميمي واسم مكان واسم زمان والى اخره. فكثير. نعم، هذه من خصائصها. نعم، الان الكوثر. الكوثر يعني نريد أن نعرف الكوثر أول، عرف والأقوال التي فيه. عرف بأل، والتعريف إما أن يكون لمعهود وإما أن يكون للشمول، يعني لما تقول الناس، جاء الناس، ماذا تقصد بأل التعريف؟ اللي هي الألف واللام التي الألف واللام قبل في بداية الكلمة, الكلمة. أيوه. علماء اللغة يقولون إما أن تكون عهدية وإما أن تكون ليست عهدية وبالتالي تفيد العموم. مثلا جاء الناس، من الناس؟ إذن أنا بتقديري كل الناس، كل من أعرفه من الناس. جميل. لو قلت لك أعطيتني الكتاب، الكتاب معهود بيني وبينك، معروف الكتاب، من المفترض أن يكون الكتاب اللي أعرفه الذي المتعارف بيني وبينك. جميل. بينما لما نقول مثلا إن الناس أو المؤمنين أو أي كلمة ندخل عليها للتعريف تبقى على عمومها في الغالب،
تبقى على عموم. يعني هنا شيخنا إنا أعطيناك الكوثر تختلف عن قوله إنا أعطيناك كوثر مثلا. كوثرا نعم، لو قال أعطيناك كوثرا الآن بيكون في تنكير، وهذا التنكير له يعني أسباب التنكير كثيرة، منها التعظيم ومنها التحقير ومنها إخفاء المعرفة الأمر إلى آخره. ولكن التعريف هنا مقصود الكوثر، يعني إما أن يقال الكوثر المعهود وإما أن يقال الكوثر العظيم، لأنه لما تؤخذ على العموم فالعموم يقتضي الكثرة، لأن نفس بناء كوثر وزن فوعل يدل على الكثرة، يعني وزن فوعل يدل على الكثرة، مثل نوفل كثرة من النفل، والكوثر كثرة من الكثرة، كثرة من الشيء الكثير، وهي الكوثر صفة الكثير يعني. نعم هي صفة، لأن الكوثر صفة، ما الموصوف؟ محذوف، لم يذكر الموصوف، لماذا حذف؟ العلماء يقولون حذف الموصوف لتذهب النفوس والعقول في تقديره مذاهب كثيرة. سبحان الله. يعني لاحظ أنا وقفت على 20 قولا في معنى الكوثر، يعني سأذكر بعضها بعد قليل. صحيح. لماذا هذه الأقوال الكثيرة؟ لأن الموصوف محذوف، إذن يحتمل 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 يحتمل، ويخوضون كل يخوض فيه يعني وكل يظن أنه على صواب. هنا اللطيف أيضا، كل يظن، يعني مثلا من قال الكوثر كذا يعني يحتمل 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 يحتمل. وحقيقة هنا الروعة أيضا في كتاب الله عز وجل، بالمناسبة بعض العلماء البلاغة يقولون البلاغة الإيجاز والحذف، والحذف في القرآن الكريم كثير 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 كثير، والحذف من المتكلم البليغ، من الثقة بالمتكلم معه البليغ. الله. يعني أنت العفو، أنت الآن لو تكلم شخصا بسيط هيك في تفكيره وفي منطقه بتقول له سأفصل، أحضر لي كأس الماء الذي تركته على مكتبي، حتى تبين له كل شيء، يمكن 20 كلمة مثلا. لأنه راح يقول لك أي كأس ماء، أين تركته، أين مكتبك، وين مكانه مثلا. أيوة. بينما أنت لما تكلم شخص يفهم عليك مباشرة تقول له الماء أو كأس الماء بس فقط. خلاص يروح يجيب الماء. ولذلك لاحظ الحذف في القرآن كم هو كثير، وكم هي أيضا الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، مثل الكوثر ومثل الإنحر مثلا، تحتمل معاني كثيرة. لماذا؟ قالوا يريد الله من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في محاولة فهم كلامه العزيز. ولذلك هذه أيضا من لطائف كلمة الكوثر. فنجد بعض الأدباء والبلغاء شيخنا ينهجون هذا النهج من القرآن. طبعا يتعلمون منه. يسيرون على هذا المنوال، يعني ان انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الناس جرها ويختصم، انه يقول له كلمه. نعم. يعني تحتم اكثر من معنى ويكون هو ومن الحذف ايضا، بدل ما يقول الا فركبوا قال الا فا فا فا، واللي قال واحد قال كما كما تكونوا يولى عليكم مثلا. ايوه. وقال الناس، واحد قال الناس بس، الناس على دين ملوكهم، يعني الامور المفهومه الواضحه. والجميل شيخنا المثال الذي ذكرته الماء، الاول. نعم. الذي فصلت له والاخر. نعم. قلت له ما. نعم. فيذهب وياتي. البليد، البليد يحتاج الى ان تفصل له كل شيء ومع ذلك تتعب معه. ثم اللبيب الفطن، فارسل حكيما ولا توصه، خلص بتقول له بعض الكلام فيفهم عليك مباشره. جميل. اذا الكوثر، القول الأول أن الكوثر نهر في الجنة، نهر وهذا في القول الجنة. من أشهر الأقوال، لأنه ورد في الحديث وهو في صحيح مسلم أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ نهر في الجنة أعطانيه ربي، وذكر من صفاته شيئا وهو سمي الكوثر قيل لكثرة مائه، وهو شيخنا القول المشهور فيه. وهذا قول مشهور جدا واقتصر عليه كثير من المفسرين، لأنه في التفسير النبوي. الآن القول الثاني أنه الحوض، الحوض الذي يكون قبل دخول الجنة والنار، الحوض الذي قال يريد علي الحوض أقوام، حتى في بعض الأحاديث أنه الحوض. صحيح. ورد في بعض الأحاديث وبعض الأدعية المأثورة، اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فالحوض هو حوض الكوثر. نعم، قيل أنه الكوثر هو الحوض، وقيل أنه النهر، وقيل هما يعني الكوثر يصب في الحوض. الكوثر فالحوض من الكوثر، فالحوض من الكوثر. إذن هذان القولان كأنهما قول واحد. نعم. ولكن الفرق بينهما أن الحوض قبل دخول الجنة والكوثر بعد دخولها في داخلها، وفي وصفهما في الأحاديث تقارب في عدد الآنية وكثرتها وجمالها وفي اتساع النهر وفي أنه لا حواف له. وفي الجنة الكوثر، الكوثر داخل الجنة، داخل الجنة. نعم. الآن في أقوال أخرى تقترب وتبتعد، مثلا بعضهم قال الكوثر هو الإسلام، بعضهم قال الكوثر هو القرآن، بعضهم قال الكوثر هو التوحيد، بعضهم قال الكوثر هو الصبر مثلا. ولكن في عدة أقوال لطيفة، منها قول يقول كثرة الأتباع، إن أعطيناك الكوثر كثرة الأتباع. أي نبي أتبعه أكثر على مدى الأزمنة؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قول آخر كثرة الأبناء، وهذا القول وجه اللطف فيه
أنه في مقابل آخر السورة لما قالوا عنه بأنه أبتر، هنا كثرة الأبناء، طبعا الأبناء الذكور المباشرين غير موجودين، كل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن عن طريق ابنته فاطمة، صحيح، ثم عن طريق الحسن والحسين. الآن أنا وأنت ونعلم جميعا أن المنتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدان كثرون، وفي كل البلدان، في بلاد العرب والعجم، كل بلد نذهب ويقولون نحن منسوبون، نحن من آل البيت، نحن من آل الحسين أو من آل الحسن وكذا، وبعضهم يضع شجرة العائلة في بيته ويشرف بهذا، وحق له أن يشرف ويفخر بهذا. فهي قيل كثرة الأبناء، وقيل في معنى الكوثر هذه السورة، هذا من ألطف الأقوال، إن أعطيناك الكوثر يعني إن أعطيناك هذه السورة، فهي على قصرها حوت من المعاني الكثيرة الغزيرة الشيء الكثير، وهي على قصرها حاول بعض الناقصين أن يأتوا بمثلها، لأن التحدي فأتوا بسورة من مثله، صح، فأتوا بعشر سور فليأتوا بحديث مثله فأتوا بسورة. الآن لما يكون في تحدي بعدة مقامات بعدة درجات، غالبا الذي يريد أن يواجه التحدي يأخذ الأضعف يأخذ الأقل، ولذلك جاء بعض القاصرين أصفهم بالقصور مرة أخرى وحاولوا أن يأتوا بمثل سورة الكوثر ففشلوا فشلا ذريعا، أكيد، وكانت عاقبة كلامهم السقوط. لماذا؟ يعني ما حاولوه وما جربوه أن يأتوا به حقيقة كلام فعلا يعني عند أساطين البلاغة منبوذ وغير مقبول، ولذلك أئمة الفصحاء من العرب لم يجرؤوا على ذلك ولا واحد فيهم. لاحظ كان في من أصحاب المعلقات ثلاثة أو أربعة موجودون لما نزلت السورة، من جاء وقال أنا أصنع مثلها؟ لا أحد. وبالتالي إن أعطيناك هذه السورة، وهذه السورة بالمناسبة كل آية فيها بشرة، الآية الأولى البشرة التي فيها أعطيناك الكوثر، والآية الثانية البشرة التي فيها انحر، والآية الثالثة البشرة التي فيها شانئك هو الأبتر. الآن القول الأخير وهو القول الذي عليه جماهير المفسرين أن الكوثر هو الكثرة من كل شيء العموم، وهو منسوب إلى ابن عباس. وحقيقة صار في حوار بين ابن عباس وبين تلميذه سعيد بن جبير، وهذا الحوار لطيف جدا بالنسبة لنا. قال ابن عباس الكوثر هو الخير العميم الكثير في كل شيء، يعني يشمل كل الأقوال السابقة. جميل. فسعيد بن جبير انتبه للحديث فقال له والنهر الذي في الجنة؟ قال له هو من الكوثر. لا هو لا. كوثر من كوثر. كوثر من كوثر، هو من الكوثر صحيح، ولكن يعني التفسير النبوي عند علمائنا في أصول التفسير يذكرون التفسير النبوي وأنواعه ودرجاته إلى آخره، ومنها أن التفسير النبوي هل نحمله على القصر، يعني هو التفسير وليس له نظير أو قول آخر، أو نحمله على المثال. فيرى عدد من أئمة علم أصول التفسير أن التفسير النبوي في بعض الأحوال في بعض الأحاديث يحمل على المثال لا على القصر، أنه ليس له قول لا نقصره على هذا، فحمل هنا في هذه الآية على أنه المثال على المثال، يعني الكوثر الخير العميم الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه هذه السورة، ومنه النهر، ومنه الحوض، ومنه كثرة الأبناء، ومنه كثرة الأتباع، ومنه وهكذا. ممكن نأخذ كثرة المعاني أيضا، هذه وكثرة المعاني أيضا، صح، فعلا كثرة المعاني التي تكون في الآية. هذا الاسم الآن أصبح يعني البعض يتسمى به، يعني كأنه أصبح اسم للنساء. موجود موجود يسمى به الأشخاص باعتبار دلالته الجميلة. يعني نحن أتينا إلى كثير من الأوصاف مثل جميل، جميل في الأصل صفة، صح، هذا رجل جميل فأسمينا به بعض أنفسنا، صح، من باب الفأل، صح، وتعرف أنه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء التي كانت يعني معنى مدلولها سلبي. نعم. لماذا يعني بعض الناس أحيانا تجد لأسمائهم مدلولات سلبي؟ لماذا يعني هل الأسماء تباع بالنقود حتى تسمي نفسك اسما يعني لطيفا؟ يعني لاحظ اسم راشد مثلا، اسم أحمد، الله يسعدك والأسماء الجميلة، يعني حقيقة هذا فعلا سيدنا الرسول عليه السلام يعني من حقيقة من ذكائه ومن أيضا عظمته أنه كان يغير أسماء بعض من حوله، ولذلك كانوا أيضا يلتزمون بهذا ويبقون هذا الاسم الذي يقولون سمانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل ذلك. اللهم صل وسلم على نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا أنا أستأذنك قبل أن نأخذ الآية الثانية، نخرج فاصل ثم نعود الآية الثانية. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. Oh
بعدنا إليكم مرة أخرى. شيخنا إنا أعطيناك الكوثر كانت الآية الأولى، الآن فصلي لربك وانحر، فائدة الفاء هنا ولو أردنا نتكلم عن الآية الثانية. الفاء تفيد العطف مع التعقيب، العطف السريع وليس العطف المتراخي، ثم تفيد العطف المتراخي. مثلا سألتني فأجبت مباشرة، فصلي، أعطيناك فصلي، يعني هذا العطاء يحتاج إلى شكر، وهذا الشكر ينبغي أن يكون فورا. يعني نحن الآن لو أنك عملت لي معروفا الآن ثم غدا قلت لك شكرا تقول لي وين بدري متأخر صح. علي كثيرا، ولذلك يعني ينبغي أن يكون هنا الفاء فاء الفورية. فاء الفورية. طيب فصلي لربك، لماذا أمره بالصلاة مباشرة دون أن يقول أقم الصلاة مثلا؟ أيوة لسببين. السبب الأول أن سورة الكوثر مبنية على الاختصار مرة أخرى، فلذلك لو قال فأقم الصلاة كلمتين صح، فصلي. طبعا معظم الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة أقم الصلاة، أقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، لأن الصلاة تقام. وانتقد أو يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الذين يصلون بدون خشوع وكذا قال أنهم يعني يصلون، ما قال يقيمون الصلاة. هنا ما قال أقم الصلاة، قال فصلي. لماذا؟ قلنا الاختصار سبب الأول. السبب الثاني، من المخاطب؟ المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رسول الله؟ قائد الأمة، أكثر الناس خشوعا في صلاته، أكثر الناس إقامة، فهو سيكون مقيما لها في كل الأحوال. طيب الآن في سؤال، إنه لماذا طلب منه أن يصلي؟ الجواب غير أنه شكر له النعمة، في جواب لطيف جدا ذكره بعض المفسرين، وهو مبني على قاعدة فقهية تقول إذا أعطيت شخصا هدية أو عطية وطلبت منه في مقابلها شيئا ولو كان قليلا لا يجوز لك أن تتراجع عنها. لا تتراجع عن الهدية، لا يجوز لك أن تتراجع عنها. صحيح. يعني كأنه سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم اطمئن اطمئن، هذه العطية باقية لن تؤخذ، لا تراجع عنها أبدا. والدليل على ذلك فصلي، فصلي إذا صليت أي صلاة في مقابل هذه العطية فالعطية باقية ثابتة، يعني عن باب اطمئنان أن يعني يطمئن قلبه صلى الله عليه وسلم لربك. شيخنا ممكن أيضا نأخذ منها أهمية الصلاة. طبعا هي هي عمود الدين. صحيح. ولذلك يعني هذه الآية بالمناسبة يعني ما ذكر أنه يأخذ مثلا عليها ما قال لها ادفع زكاة من أجلها أو الصيام، كلها من الأركان. الزكاة في النحر. نعم الزكاة في النحر. نعم ممكن. نعم لكن لكن بدأ بالصلاة، بدأ بالصلاة لأهميتها. نعم عمود الدين الأساس. بالمناسبة هذه الآية الثانية في سورة الكوثر لخصت الدين كيف الآن العبادات، إما قلبية وإما جوارحية شخصية وإما جوارحية اجتماعية، ما في غير هيك، ثلاث عبادات. صح. وهي أيضا ملخصة بالمناسبة في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب قلبية، يقيمون الصلاة عبادة فعلية شخصية. صح. يقوم بها المرء، ومما رزقناهم ينفقون اجتماعية. اجتماعية صح. وهنا أيضا ثلاثة، فصلي العبادة الشخصية، لربك العبادة القلبية، وانحر العبادة المجتمعية. جميل. فلخصت الدين كله في ثلاث كلمات، وهذا فعلا من اللطائف. في آية واحدة. نعم في آية واحدة. لربك. اللام لام الإخلاص. اللام لام الإخلاص له لا لغيره. صلي لربك لا تصلي لغيره. طبعا هذا في مقابل من كانوا يصلون لآلهة متعددين وكذا في الجاهلية، له دون أو يراؤون الناس ولا يذكرون الله إذا قاموا إلى الصلاة. أي نعم. والرب هنا ما قال لله أو ما قال للإله أو للخالق، للرب، للمح التربية، يعني معنى التربية. وبالمناسبة معظم السور التي نزلت في بداية الدعوة كانت بالربوبية، يعني ذكر فيها الربوبية ثم ذكرت الألوهية. فالتربية ملمح التربية مقصود، يعني الذي رباك، الذي اعتنى بشأنك، الذي أصلح حالك، هو الذي ينبغي أن تصلي له. فلفظ الربوبية هنا مقصود. والكاف لربك، الكاف أيضا كاف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد أن الله سبحانه وتعالى عني بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الاعتناء البالغ، فكما قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني فاختاره من العالمين وجعله سيد المرسلين إلى آخره. الآن في التفات في هذه الآية، قال إنا في البداية ضمير المتكلم، ثم قال لربك، فانتقل من التكلم إلى من التكلم بضمير العظمة إلى الغيبة. لماذا؟ قالوا لأنه هناك يناسبه التكلم بضمير العظمة، هنا يناسبه لربك. لربك لو قال فصلي لنا ممكن بعض الناس يتوهم يقول ما المقصود بلنا ولماذا الجمع وهل يصلي لجمع،
يعني يمكن أن تثير إشكالا. نعم. معنى الأولى معناها تستقيم إنا لنا بالضبط لتكون على نفس السياق، ولكن عدل عن هذا إلى لكي لا يحتمل إلا هذا القول، إن الصلاة لا تكون إلا لله، لا يحتمل غيره. جميل. الآن وانحر في عندنا هنا أولا في حذف، فصلي لربك وانحر له، فصلي له وانحر له، يعني مفروض فصلي لربك وانحر لربك. أيوة، ولكن حذفه لماذا؟ من باب حذف ما يعلم جائز من هذا الباب، ولبناء السورة أيضا على الإيجاز. والواو هنا الواو والعطف، الواو التشريك. نعم، يعني افعل هذا وهذا. الآن المقصود بالنحر له عدة معاني، النحر ما المقصود به؟ نعم صحيح، المعنى المتبادر إلى الأذهان معظم الناس أن النحر دبح. للذبح، ذبح الأضاحي مثلا أو الذبح عموما، ولكن النحر ليس لجميع البهائم. البهائم أو المواشي الذي ينحر منها هي الإبل. صح، الإبل تنحر والباقي يذبح. يذبح. لماذا لم يقل واذبح أو ضحي؟ قالوا لأنه أعطي الكثير ينبغي أن يبذل في مقابله الكثير، ولأن النحر للإبل، الإبل أولا أعظم المواشي وأكبر، ثم أكبرها، ثم هي كرائم أموال العرب. صح. كان الناس يتباهون بكذا من الإبل وكذا من الإبل والإبل، يعني كأننا نقول لا تقدم القليل مقابل هذا الكثير. أيوة، يعني من أعطاك الكثير قدم له في مقابله الكثير، هذا هو الأليق. الأليق يعني إذا أنت كما في بيت الشعر المشهور أكرمت الكريم ملكته، إذا أكرمت اللئيم تمرد. صح. يعني وهذا طبعا خارج السياق، ولكن من باب فقط الاستشهاد على أنه أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم كريم، فأعطي في مقابل هذا الكرم شيئا كريما، انحر، اجعل ما تقدمه كريم المال، أعظم المال، أفضل المال. والنحر هنا طبعا يستخدم في معناه العام، ولكن يلحظ هذا الجانب فيه أنه اجعل ما تقدمه هو الأفضل، هو الأفضل. في قول ثاني ذو ثلاث شعب في وانحر على أنه فعل في داخل الصلاة، أو فعل له علاقة بالصلاة، إما قبلها إما داخلها إما بعدها. إذا قبلها قالوا ارفع يديك إلى جهة نحرك، يعني عند تكبيرة الإحرام. نعم، اجعل يدك إلى جهة نحرك، طبعا مكان النحر من الإنسان ومن الحيوانات أعلى الرقبة. نعم، أعلى الرقبة فوق، ومن الإبل أدنى الرقبة. الآن القول الثاني في الصلاة وانحر، يعني يجعل يدك على صدرك على قريبا من نحرك. أيوة. وبعد الصلاة قال ارفع يدك بالدعاء قريبا من جهة نحرك. يعني ثلاث أقوال لطيفة لا بأس بها في معنى وانحر في هذه الآية الكريمة. جميل شيخنا، وهذا أصلا المعنى هذا واضح شيخنا عندما تقول أن النحر يكون للإبل. نعم. الآن نجد من عادات العرب الآن أن الضيوف عندهم ينقسموا إلى قسمين، فضيف يذبح له مثلا أو يعطى من زاد البيت. نعم. وضيف يذبح له مثلا نقول ينحر له، وضيف ينحر له، وهذا صحيح. واضح. طيب شيخنا الوقت قد يداهمنا، نريد أن نتكلم عن الآية الثالثة، إن شانئك هو الأبتر، ولكن الآية الثانية فيها أيضا حقيقة بشارة. طيب نأخذها. من الذي ينحر؟ من عنده مال كثير، يعني هذه قالوا بشارة بأنه سيفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأموال والخيرات والبركات الشيء الكثير حتى ينحر. في حجة الوداع كم نحر؟ نحر بيده الشريفة 63، ثم أعطى المدية أو السكين لسيدنا علي أن يكمل الباقي. هذا دليل على أنه اتسعت له الدنيا وأصبح عنده من الكوثر الكثير أشياء كثيرة أيضا مقدما إن صح التعبير. جميل. الآن الله عز وجل في هذه السورة دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه حبيبه، لأنه حبيبه. تصور الآن مثلا أي شخص يعني يحب شخصا ويرى أنه يتعرض لأذى وكذا يدافع عنه، حتى ممكن يفديه بنفسه. الصحابة كانوا يفدونه صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. الله تعالى يعلمنا كيف أن محبته عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون في نفوسنا في غاية القوة، في غاية التأثير، في غاية العظمة، في غاية الانفعال، أن نكون نحن الله بعظمته يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كيف أن هذا يعني إن شانئك هو الأبتر، ما قال له قل لهم ستبترون، قل لهم ستدخلون جهنم. طبعا في آيات فيها تلقين، مثلا أم يقولون افتراه، قل مثلا قل أيها الكافرون، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، في آيات فيها تلقين، ولكن أيضا في آيات الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنها مثلا في فاتحة سورة القلم لما قال وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، هذه في مقابل لما قالوا إنه مجنون. كيف الله عز وجل يدافع عن نبيه. ولذلك يعني في معنى لطيف ذكره بعض العلماء قالوا كن مع الله يكن الله معك، إذا كنت مع الله مباشرة إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك كبار العلماء والدعاء على مر التاريخ كانوا لا يبالون. يذكر عن أحد العلماء لما صدع بكلمة الحق أمام أحد السلاطين وكان السلطان في أبهته، قالوا له ألم تخف منه؟ قال لهم تذكرت عظمة الله فلم أره،
لبره مطلقا. سبحان ولذلك يعني إذا كنا مع الله يكون الله عز وجل معنا. إن شأنك شيخنا هو الأبتر، نستطيع أن نقول أنها نزلت في العاص بن وائل، ونستطيع أنها نقول في كل من ينتقص. هي سبب نزولها فيه يعني على الرواية، ولكن في كل من يؤذي رسول الله هو الأبتر. كل من يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظلم ويشتم قديما وحديثا، يعني قديما الآن هؤلاء العاص بن وائل السهمي وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن والوليد بن من يفتخر بالانتساب إليهم الآن؟ ولا من؟ أحد. لا أحد، بل يضربون مثالا للكفر على السفاهة وخفة والطياشة وما أشبه ذلك، ولم يبقى لهم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. وأن لم يكن له، لم يعش له أولاد ذكور حتى يبلغوا سن الرشد وكذا، وهذا له حكمة أيضا، له حكمة، لأنه لو أن أبناء النبي الذكور لنسبت إليه مثلا، أيضا لقيل هم أو لمن يكونوا في خلافته، أو لقال الناس يجب أن يكونوا أنبياء. شانئك شيخ، ما المقصود بشانئك؟ الشانئ هو المبغض بغضا شديدا، الشنآن هو أشد البغض. وإن هنا للتوكيد، التوكيد أيضا، إن شانئك، إن وهو الأبتر بالمناسبة جمل، يعني إن أداة توكيد وتدخل على الجملة فتنصب الأول وترفع الثاني. شانئك اسمها منصوب، خبرها جملة، خبرها جملة، هو الأبتر، جملة مبتدأ وخبر، معرفة الطرفين، يعني هو أعرف المعارف الضمائر والأبتر معرفة. قالوا إذا عرف طرف الجملة دل ذلك على الحصر، يعني لا أبتر إلا هذا، ما في أبتر إلا الذي يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبغض الحق. وبالتالي ينبغي على الإنسان فعلا أن يستلهم هذا المعنى، وأن يكون قارا في نفوسنا نحن بالنسبة لنا، مهما آذوا رسول الله، تكلموا، رسموا، فعلوا، شتموا، أولا لا يضيره، ثانيا مآلهم إلى بوار وخسران، ومآل كل من حمل راية الحق ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعني المسلمون الذين إلى الآن يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وبأرواحهم، وتسمع منه كلامهم وترى من مواقفهم، من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل معه هذا؟ لا أحد، لا أحد. الأبتر شيخنا، إيش المقصود بالأبتر؟ الأبتر المقطوع، المقطوع، البتر هو القطع. قالوا البتر هو القطع حتى يعني يصبح قطعتين، لأنه أحيانا أنت بتقطع شيء ولا تكمل قطعه، يبقى متصل بشكل أو بآخر، لكن البتر، البتر القطع نهائيا، حتى يصبح الأمر يعني قطعتين أو ما أشبه ذلك. فمبتور يعني مقطوع قطعا تاما، يعني ما في أمل له أن يكون له صلة بشكل أو بآخر. جميل. فهذا من معاني الأبتر، أنه الذي جميل. شيخ أنا أعتذر منك شيخ، لأني أنا قطعت عليك كثيرا وضيقت الوقت، لكن كان حديثك جميل جدا. نختصر بأهم الدروس والعبر من الصورة الكريمة إجمالا، أيضا تكرمت. عطاء الله كبير وعظيم، وفضل الله سبحانه وتعالى على نبيه تحديدا وعلى المسلمين عموما ثم على البشرية جمعاء كثير، ولذلك ينبغي علينا أن نقابل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، فصلي وانحر، أن نقابلها دائما بالشكر والحمد، وأن نعبده سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، ثم أن ننظر، يعني لا يغرنا، لا نغتر بأن هذه السورة أو هذه الآية قصيرة، كلمتين ثلاث أربعة، يعني انظر وتأمل وتفكر في معاني كتاب الله عز وجل، واستنبط منه ما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، تأمل فيه، ابحث، ارجع إلى كلام يعني من بحث في هذا من قبل من العلماء الكبار الذين أمضوا أعمارهم كلها في تدبر كتاب الله عز وجل، وأتوا لنا بمثل هذه اللطائف والفوائد والعبر الكثيرة. ثم أخلص لربك، فصلي لربك، لتكن عبادتنا وعطاؤنا كله لله، لا نبتغي به إلا وجه الله، لا نرائي، لا نفعل من أجل الناس ليرضى فلان أو يرضى فلان. اجعل همتك وقصدك الأعظم والأول والأساس هو أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. سبحانه شيخنا، ونحن بعد ما أعطيتنا من وقتك لا نسعى إلا نشكرك على هذا اللقاء المثمر، فأسأل الله العلي العظيم شيخنا أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتك إن شاء الله. هذه رياض الجنة، وماذا نريد أجمل من هذا. شكرا، شكرا لكم فضيلة الدكتور أحمد شكري، أستاذ علوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر. مشاهدينا الكرام، سورة الكوثر دافع الله بها عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ووعده بالخير، ووجهه للشكر، وتوعد أعداءه بالبتر. إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لك يا رسول الله نبض قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك، والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء، فمن يطول سماك، روحي وأبنائي وأهلي كلهم
وجميع ما حوت الحياة فداك. أخيرا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم أيضا بالشكر الجزيل على طيب المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.